ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز. لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا حديث الساعة وهي قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي وتطورات جديدة جدا في قضية حسين الشحات والشيبي، والمحكمة تتخذ قرار. قرار محكمة جنح مدينة نصر تأجيل محاكمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في القضية المعروفة إعلاميا بالتعدي على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز أثناء مباراة جمعت فريقهما في الدور العام، وذلك لجلسة 30 مايو للحكم. وورد بتحريات الشرطة أنه في يوم 23 الماضي بإستاد الدفاع الجوي في القاهرة أثناء إقامة مباراة الأهلي جمعت بين الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبي وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين. وفي بلاغ الشيبي اتهم حسين الشحات لاعب الأهلي بالبلطجة والضرب والسب والقصف والإهانة والترويع، فضلا عن التهديد بالإزاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إزاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن وقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. تصريحات دفاع الشيبي وحسين الشحات. وفي وقت سابق قال محامي الشيبي إن الوقعة لا تخص سوى موكله وليس لبيراميدز علاقة بها، موضحا إنه حين أصدر الشحات بيانا للاعتذار عن نبضر منه تجاه موكلي وجه إلى جماهير النادي الأهلي والمغربة من دون ذكر اسم المعتدي عليه، وبالتالي فهو لم يعتذر لهم. في المقابل قال محامي لاعب النادي الأهلي حسين الشحات إنه بصدد التقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة بعد قرار إحالة حسين الشحات للمحاكمة، وإن موكله لم يعلن بالقرار سوى بعد نشره على المواقع الإخبارية ولسان محامي الشيبي. ده بالنسبة للتطورات الجديدة. طيب، طلب عاجل من محامي الشيبي، محامي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، طلب عاجل جدا في قضية حسين الشحات. علق هاني بكري محامي محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على القضية المنظورة ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بعد تعدي الأخير على موكله خلال مباراة الفريقين في الموسم الماضي. محامي الشيبي يرفض التنازل عن حقوق موكله. قال محامي الشيبي عقب انتهاء الجلسة الثانية من التحقيق في القضية المرفوعة ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، نطالب عدالة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة ضد حسين الشحات ولن نتنازل عن حقوقنا نهائيا، مشددا على أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لا تمنع من لجوء أي شخص إلى القضاء المدني، وأعطت الحرية للسلطات المحلية في نظر الدعاوى الجنائية التي تحدث في الملاعب. وقال ما بدر من حسين الشحات من ضرب موكلي أمر غير مصدق ولن نتنازل عن حقوقنا مهما كانت الأمور. وأقيمت اليوم الخميس الجلسة الثانية في القضية المرفوعة من جانب محمد الشيبي ضد حسين الشحات والتي تغيب عنها الأخير. مطالب محامي حسين الشحات. شهدت الجلسة طلب محامي الشحات من هيئة المحكمة تأجيل القضية 3 أشهر لحين رفع القضية إلى المحكمة الدستورية، كما طلب حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات للإدلاء بشهادتهم في القضية. ده بالنسبة لطلب محامي الشيبي من هيئة المحكمة الموقرة. محامي الشحات بيكشف ليلا كرة مفاجأة في قضية الشيبي. قال الأستاذ أشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات إن تقرير الفحص الفني للفلاشة المقدمة من المغربي محمد الشيبي مدافع بيراميدز أظهر أن موكله لم يتلفظ بأي عبارات التي ذكرها المدعي. وحجزت المحكمة جنح تاني مدينة نصر
اليوم الخميس محاكمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في اتهامه بالتعدي بالضرب والسب والقصف على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي لجلسة 30 مايو للحكم للي حصل. واللي حصل ليلا كورة قال من عبد العزيز على تفاصيل مرافعته في القضية التي ترجع إلى يوليو 2023 وجاءت كالتالي. أولا نلتمس وقف الدعوة وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقا لنصوص القانون رقم 48 لسنة 79 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل نهائيا في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتهم المعايير الدولية التي تنص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوة أمام المحاكم الدستورية العليا وإعطائنا أجل لمدة 3 شهور لإقامة الدعوة طبقا لنص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79. نص المادة 84 من دستور جمهورية مصر العربية وتعديلاته نصت على ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. إذن الدستور المصري نص على الالتزام بالمعايير واللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم الذي هو ملتزم بالمعايير الدولية الذي شرعه الاتحاد الدولي لكرة القدم. كان يجب على المشرع في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الالتزام بالمعايير الدولية، فكان يجب حينها شرع وسن قانون الرياضة الالتزام أولا بالدستور المصري ونصوصه وتكلم بالالتزام بالمعايير وهو يقصد بها اللوائح الدولية والأعراف الدولية. ألتمس من عدالة المحكمة إحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية العليا لأن هذا الموقف أو الحدث هو حدث جلل وهو شكوى لاعب للاعب على المستطيل الأخضر لم تحدث في العالم، مع كل الاحترام للقضاء المصري النزيه الذي أتشرف بالمسؤول أمامه. دفاع الشيبي، وكان المستشار هاني بكري محامي الشيبي قال إن النيابة العامة أحالت اللاعب حسين الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر بتهمة السب والقصف والضرب والترويع والإهانة في أثناء نشاط رياضي. وقال بكري خلال تصريحات إعلامية في الفترة الماضية أن البلاغ المحال من النيابة العامة إقامة اللاعب بشكل شخصي ضد الشحات ولا علاقة لنادي بيراميدز أو الأهلي بالبلاغ. ولفت المحامي إلى أن اللاعب حسين الشحات عقب وقعة التعدي على موكله أصدر بيانا اعتذر فيه عن الوقعة للنادي الأهلي ولجماهيره وللجماهير المغربية، ولكن لم يذكر أي اعتذار لموكله ما دفع الأخير للتقدم بالبلاغ واللجوء للقضاء المصري للحفاظ على حقه. من الآخر عايز بس أوصل لحضراتكم نقطة قبل ما نختم حلقتنا. النقطة الأولى إن محمد الشيبي مخالف للوائح والقوانين والدستور ومواد الرياضة وكل شيء. إذا تم صدور حكم ضد حسين الشحات بالحبس سيتم اللجوء إلى المحكمة الدولية الرياضية في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ومن هنا أتوقع إيقاف الشيبي نهائيا عن ممارسة النشاط الرياضي أو الإيقاف لمدة 2 على الأقل أو شطب اللاعب لأنه خالف كل اللوائح والقوانين التي صدرت من الاتحاد الدولي لكرة القدم. بشكرك يا صديقي إن أنت كملت معايا الحلقة للنهاية، يعني طالب من حضرتك تدعمنا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل أخبار النادي الأهلي أول بأول. بشكرك إنك كملت معايا الحلقة للنهاية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.